وللوقوف عند آخر التطورات حول هذا الموضوع تنضم إلينا عضوة بلدية حيفا شهيرة شلبي. شهيرة، مساء الخير. بداية، لو تحدثينا يعني عن الأجواء في الحليصة، يعني تسود أجواء من الغضب على الأهالي هناك، وما الذي دفع بالأهالي ليقولوا يعني كفى لن نصمت بعد اليوم؟ واضح أنه أوضاع العنف الموجودة في الحليصة من في السنين الأخيرة بطلت لا تحتمل، خصوصا في آخر كم من شهر. في كتير حوادث قتل، في كتير حوادث طخ، وفي كتير حوادث عنف. وضع الأسلحة الموجودة في الحليصة عم بتزيد، كمية الأسلحة بتزيد في الحليصة، كميات المجموعات الإجرام عم بتزيد في الحليصة، محطات توزيع السموم عم بتزيد في الحليصة، والإشي عم بيثقل على كاهل السكان، وعم بيقلقهن، وعم بيقلق منامهن، وعم بيخاطر في أولادهن. حاسين فيش أمان. يعني اليوم أهل الحليصة عم بيجوا بيحكوا بيقولوا إنه بطلوا يسترجوا إنه أولادهن يطلعوا برية البيت. أصحاب أولادهن اللي من خارج الحليصة ما بيشوش بزروهن لأنهن بيخافوا يجوا على الحليصة. الحليصة بلد هادي، يعني بلد زي القرية هيك كانت هادية، كل الناس بتعرف بعض، أولادها حاسين بأمان، العائلات فيها بناتها تكافل اجتماعي. فجأة يصيروا يصفوا زي كأنهن يعني في حرب، بطل يقدر يتحمله. والمشكلة نعم. إنه لا البوليس سائل ولا البلدية سائلة ولا حدا يعني مكيل في ساحة هاي الحارة ولا حدا عامل إشي. نعم. فالبلد انطفطت شرخت. نعم شهيرة، يعني كيف تعاملت بلدية حيفا على مدار السنوات مع هذا الحي، حي الحليصة، وهل اهتمت يعني باحتياجات هذا الحي؟ لا، أنا بفكر إنه ما كانش في اهتمام خاص وشامل في حاجات الحي. يعني كان في تعامل مع بعض الحاجات مرات، يعني فتحوا لي مركز جماهيري، حطوا إضاءة، بحطوا إضاءة لما في حالة عنف، حطوا كاميرات والكاميرات كسروهن بس ما حطوش غيرهن، بس ولا مرة إجا حدا قعد وحط خطة لكيف بدنا نتعامل مع الحليصة، مع الأوضاع الموجودة في الحليصة. يعني واضح إنه الوضع اليوم الموجود في الحليصة هو مش قضية اجتماعية، هي قضية شرطة، هي قضية إجرام. وإذا الشرطة ما فتتش والشرطة ما عملت دورها زي ما لازم تعملها في كل البلدات العربية، مش رح يتحسن الوضع. نعم. يعني القضية مش قضية كمان برنامج تثقيفي، بطلت. يمكن زمان كانت هيك، بس اليوم لا، زي كل بلد عربية. إذا ما هي الخطوات التي يعني ستعملون عليها خلال الفترة القادمة من أجل يعني تحسين الوضع في وضمان يعني الأمن والأمان للسكان في حي الحليصة؟ لا، أول إشي أهل الحي كمان رح يتظاهروا بشكل دائم أمام الشرطة لحد ما الشرطة تفوت وتعمل دورها وتنظف الحي من الأسلحة وتمسك كل مجموعات المجرمين. وصار في تدخل أعضاء كنيسة من المشتركي حتى يقدروا كمان، حتى يضغطوا على وزير الأمن الداخلي حتى إنه كمان يفوت قوات من الشرطة وتم في الحليصة. زي كل مطلب، كيف كل بلداتنا العربية عند هذا المطلب من الشرطة، هذا مطلب الحليصة. المطلب الثاني هو موجود أمام البلدية. رئيس بلدية حيفا كان في عنده اجتماع مع شرطة حيفا واتفقوا على عدة إجراءات، واحدة منها هو تكثيف وجود الشرطة في الحليصة. الشغلة الثانية هي زيادة الإضاءة في الحليصة، وضع كاميرات حتى يقدر يكون في مراقبة. إحنا عم نشتغل مع رئيس البلدية، إحنا ككتلة الجبهة عم نشتغل مع رئيس البلدية على برنامج شامل متكامل حتى كمان يضمن للشبيبة في ساعات الفراغ إن يكون في عندهم برامج، إن يعملوا إشي، إن يكون في عندهم تطوع في داخل الحي من أجل زيادة الاهتمام والمسؤولية في الحي. يعني هاي الخطة الشاملة اللي لازم تكون، بس حاليا كلها تخطيط يعني بعد ما بدي تنفيذ. نعم، سؤال أخير. رأينا يعني في من خلال المظاهرة مشاركة من كافة الفئات العمرية وخاصة النساء، برأيك إلى ماذا يدل هذا؟ يعني طلع نساء الحليصة نشطات جدا جدا، دائما كانوا نساء الحليصة نشطات، وعندهم يعني في عندهم عدة مؤسسات وعدة جمعيات، في عندهم برامج قيادي سواء كان في المركز الجماهيري سواء كان في النادي الرياضي، عندهم مجموعة نساء كمان كبار في السن كمان نشطات. فالنساء الحليصة دائما كانوا نشطات، هاي أولا. الموضوع الثاني إنه النساء هن كتير خلفت على أولادهن، يعني هن النساء تصرخ صرخة الحارة باسم أولادها باسم الشباب. كل واحدة من النساء اللي كانت هون في عندها شاب بين 15 ل 16 17 18 19 20 خايفة عليه، أو خايفة إنه يروح على الإجرام، خايفة إنه يروح على السموم، خايفة إنه يروح على التسلع، خايفة إنه يقتل. نعم، وصلت الفكرة. شهيرة شلبي عضوة بلدية حيفا، شكرا جزيلا لك.